إيران تحشر أنفها في قضية الصحراء المغربية. بدأت إيران التي لطالما دعمت جبهة البوليزاريو الانفصالية في حشر أنفها في قضية الصحراء المغربية، وهذه المرة عبر تصريحات لوزير خارجيتها خلال لقائه بنظيره الموريتاني في نواكشوط. ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير قوله: أشكر الجهود البناءة والقيمة للرئيس الموريتاني في متابعة مبادرة مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن المستدامين في الصحراء الغربية، وهذه القضية تحظى باهتمام جد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشهر أكتوبر المصرم اتهم ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي إيران بتهديد السلم الإقليمي والدولي، معتبرا أنها أضحت هي الراعي الرسمي للانفصال ودعم الجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية. وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك برباط إن طهران بتبنيها لفاعلين غير حكوميين مسلحين أصبحت تهدد السلم الإقليمي والدولي عن طريق حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وتقنيات متطورة على غرار الطائرات المسيرة.